أبو جمال هذه المعدات بها خصوصية حقيقة لأنها مصنعة خصيصا لشركتنا من شركة أمريكية مصنعة خصيصا للشركة وفي حالة فقدانها كان من المفروض إعادة تصنيعها وإعادة تصنيعها يكلف مبالغ جدا كبيرة مبلغها الحقيقي هذه المعدات لا يقل عن 10 مليون دولار وفي حال ما فقدت كان ممكن أن تكلف أضعاف هذا المبلغ لأنه إعادة التصنيع مكلفة خصوصا إذا كانت المعدات اختصاصية مثل هذه المعدات ولهذا بفضل الله تعالى اليوم احنا يعتبر نصر كبير لنا وعامل كبير في إعادة تأهيل هذه الشركة خصوصا أن هذه المعدات تمثل معمل التصفية يمثل لا يقل عن 35% من تأهيل الشركة بالكامل وهذه المعدات وإعادتها راح يشكل إن شاء الله تقدم كبير للشركة في مجال التأهيل تم وبعون الله وبجهود استثنائية من قبل السيد معالي وزير الصناعة والمعادن المحترم وبجهود جبارة من قبل المهندس مازن شاكر محمود مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق حيث تم تأهيل مجموعة من البنايات الأبنية للإدارة وعودة الحياة إلى مرافق الشركة وكذلك تم بعون الله إرجاع بعض أجزاء وحدة التصفية المفقودة من منطقة بازوايا في مدينة الموصل إلى الشركة والآن يتم في هذه اللحظة تنزيلها في مقر الشركة بعد التوكل على الله تم العثور على مواد ثمينة تابعة لأحد معامل تصفية الكبريت لشركة كبريت المشراق ومن المواد الأساسية للمعمل وبدعم مباشر من السيد وزير الصناعة والمعادن المحترم المهندس محمد شياع السوداني وبجهود مدير عام كبريت المشراق المهندس مازن شاكر محمود في المتابعة المستمرة تم إعادة المواد إلى الشركة والتي كانت مسروقة من قبل عصابات داعش الإرهابية في موقع سايلو بازوايا جوجلي وبجهود مباشرة من موظفي الشركة ومسؤول التصاريح الأمنية مشكورين وبالتنسيق مع القوات الأمنية البطلة تم إيصال المواد إلى موقع الشركة في القيارة.